مساء الفل اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في برنامج هو في ايه. احنا كنا المفروض الحلقه النهارده هنتكلم فيها عن التيك توك. ايوه، ابلكيشن التيك توك، تطبيق التيك توك اللي غزا مصر. هو ما غزاش مصر بس، يعني 150 دوله النهارده على التيك توك. بقى مصدر لمشاهير كتير قوي. كل اللي عايز يتشهر يدخل يعمل فيديو على التيك توك. ايه التيك توك ده؟ قلب مصر ازاي؟ والدنيا بقت يعني ما حدش فاهم ايه اللي بيحصل ما بين كل فيديو وفيديو فيديو، ما بين كل مقطع ومقطع مقطع، واحنا مش عارفين ده حلو وحش. والله انا كنت نازل جاي النهارده اتكلم عن التيك توك ومشاهير التيك توك وهبل التيك توك، وكنت ناوي انفخهم وانفخ ضيوفي، لكن بعد بعد ما شفت المقاطع وشفت الفيديوهات، انا ما اعرفش كده حصلت لي حاله كده غيرت لي المود. غيرت لي المود، بقيت اشوف المقطع او اشوف الفيديو اتبسط شويه. احسن من مسرحيه، احسن من فيلم كوميدي. والله زي ما بكلمكم كده، بشوف المقطع على اليوتيوب بحس كده بتبسط، بيغير لي المود. وده اللي كان عكس حلقتنا خالص. احنا كان المفروض نيجي حلقتنا النهارده نتكلم فيها عن التيك توك وهبل التيك توك وعبط التيك توك. يعني التيك توك بقى دلوقتي حاجه هوس هوس، بس شويه اتغيرت فكرتي وتغير مسار الحلقه خالص. بعد الفاصل يا جماعه هنستضيف مشاهير التيك توك وهنتكلم معاهم يعني ايه الحاله دي، وصلوا لها ازاي، وقدروا ازاي يبقوا مشاهير على التيك توك، وايه الجراءه دي، ايه الجراءه ان انت تمسك الموبايل وتعمل فيديو وتتمكن من نفسك ده بالشكل ده. بعد الفاصل يا جماعه استنونا، ما تروحوش بعيد. ازيك يا ابو حميد؟ ابو تماره، بقيت نجم ومشهور بقى وبتاع. حبيبي عرف نفسك بقى للناس قبل ما ندخل على النجمه الكبيره قوي. احمد ابراهيم، مشهور باحمد ميدو على التيك توك. تمام. ابو تماره، تمام، 29 سنه، وتماره 28. لا لا لا، انا شفت فيديوهاتها. اربعه. ازيك يا تماره؟ حبيبه قلبي والله، نجمة. ايه ده، ايه اللسان كده من اول الحلقة كده مطلع لي لسانك وبتاع؟ اهدي 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 كده عشان نبدأ الحلقة بتاعتنا كده. واقول لك جاهزة يا حاجة؟ ها؟ جاهزة. ايه قلت لي ايه؟ جاهزة يا حاجة؟ جاهزة يا ابني؟ جاهزة يا ابني، صرختي مع ميعة. صرختي مع ميعة انت. ازيك يا محمد؟ الحمد لله تمام. مبارك يا حبيبي. تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه اللي انت عامله على التيك توك ده؟ عرف نفسك الاول بعد كده ندخل بقى. انا محمد حسن شوقي. تمام. اسم الشهرة محمد نينو. تمام. عندي 17 سنة، مش هو يعتبر في 17. تمام. بس. بس. ياسمين. مين هيعرف مين؟ ازيك يا ياسمين؟ الحمد لله. زميلة بقى. طبعا. زميلة المجال. عاملة ايه؟ الحمد لله. قبل ما نبدا الحلقه قلت لها طبعا انت مسافره بكره، ولما قلنا لك تيجي معانا والكلام ده كله، انت مسافره بكره رايحه فين؟ لبنان. الف لا باس عليك، توصلي بالسلامه. بلد الام. الله يخليك. والتغيير اللي عملته عشان الحلقه. يا جماعه بالمناسبه ياسمين ما كانتش محجبه، والله حجبناها قبل الحلقه بسبب قصه الشعر. يعني قصه الشعر كانت كان ليه؟ فيها حاجه كده. ليه لا، هي كانت حلوه، هي القصه كانت حلوه، بس هو الراجل كانت ايده فرطه شويه بصراحه. يعني المفروض ياخد حته راح خدها كلها. بتاع الكوافير بقى مش عارف ايه اللي حصل. يعني ساب نفسه على الاخر كده، بصينا لقينا ما ازيك يا تماره؟ الحمد
الحمد لله. تمارا انت مبسوطه وانت نجمه مشهوره؟ اه. انت لما بتطلعي في الشارع كده والناس بتقول لك ايه؟ انت مشهوره. الناس بتقول لك انت مشهوره؟ احمد انت عرفت تروضها ازاي؟ يعني عرفت طفله 4 سنوات تعمل فيها ده ازاي؟ يعني تخليها تطوعك ازاي؟ تمشي معاك في الفيديوهات بتاعتها ازاي كده؟ لا احنا ممكن نقول احنا ابتدينا من سنه، يعني كان كمان 3 سنين. ده ما التيك توك ده انا لسه عارفه لسه عارفه لما اتكلمت معاكم بس. لا احنا ابتدينا كده تقريبا حوالي بقالي كده سنه بالظبط. طبعا بواجه صعوبات معاها جامده. هي لسه مش مدركه ان انا ممكن اعمل معاها فيديو كامل. يعني الفيديوهات اللي بعملها بتبقى متقطعه. ايوه. يعني بصور جزء لنفسي وبعد كده برجع احفظها تقول ايه بالظبط، ممكن نقعد مثلا في ثانيتين نص بتغلبك ساعه. بتغلبك؟ كتير عشان تتمكن من الفيديو وتقدر كتير. بس هي عايز اقول لك دلوقتي وصلت لمرحله من نضج بقت ممكن نضج هي نضج. ايه يا عم 4 سنوات؟ لا ممكن بقت تعمل رياكشن. انا الاول كنت ممكن اقول لها رياكشن معين تعمله. دلوقتي بقت تسمع الصوت لوحدها بقى رياكشن بتاع هو احسن من اللي انا كنت ممكن اقوله لها. انت يعني طبعا هنتكلم عن موضوع التيك توك نفسه كمضمون، ايجابيات وسلبيات. تمام. لكن خليني الاول قبل ما ندخل في التيك توك وندخل كده. انت بتقول من سنه تماره كان عندها 3 سنوات. تمام. صح ولا لا؟ تمام. يعني عرفت تخليها تعمل معاك ده ازاي؟ تعمل معاك مقطع فيديو وتفضل اللي بيعمل حاجه زي كده، يعني عارف انت بيكون ما عندوش حتى ثقه في نفسه، ده طفله، عملت لها ده ازاي؟ ما هو في الاول كنت ابتديت انا ومحمد ابتدينا نشتغل انا وهو سوا، بعد كده عشان دراسته ما بقتش اشوفه كتير، ففي فيديوهات محتاجه 2، وساعات بيبقى محتاجه في راجل وست او ولد وبنت. انا عارف ان هو طبعا بيعمل، فمحمد عارف ممكن ان هو بيجي عند الست ومش عارف يعمل بروكه ومش عارف ينفخ ايه. انا مش هينفع البس انا ما كانش جاي معايا ان انا البس باروكه او اعمل واحده ست. ما كانش جاي معايا خالص. فجربت مع تمارا في مره واثنين ثلاثه. جت معاك؟ جت معاك والدتك وجت معاك الخدامه وجت معاك مراتك اكتر حاجه. لا مراتي ماشيه مع مراتي كتير. ياسمين انت شايفه موضوع التيك توك بعد 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 ما بعد الهوجه بتاعته ده وبقت الناس دلوقتي ماسكه الموبايل على طول وعلى التيك توك وبتتابع المقاطع ده، شايفه دي حاجه حلوه ولا حاجه سلبيه ولا ايه؟ الفكره مش سلبي وايجابي، انت عندك التيك توك تطبيق غزا العالم كله. تمام. انت عندك دلوقتي جايب نجوم تيك توك اخذوا الايجابيات من التيك توك مش سلبيات. خدوا ايجابيات من التيك توك؟ ايجابيات. انت عارفه ان احنا قبل الحلقه اصلا كنت انا ناوي اهاجم التيك توك. كنا محضرين سلبيات. احنا اكتشفنا مواهب. بيزرع فيها التمثيل، رياكشنات. تمام. نينو موهوب. يعني التيك توك لا ده نينو ده قصه كبيره قوي. احنا اكتشفنا من ورا التيك توك ايجابيات كتيره جدا. مواهب. يعني ازاي اب يقدر يفهم فكر بنته. يحتويها. عندنا احتواء للطفل. تمام. من ورا تيك توك. تمام. في غيرنا خد سلبيات. يعني المقطع مثلا مش يعني نقول ايه، ما يناسبش الاسره. في مقاطع ما بتناسبش الاسره. الفاظ مش عارف. في ناس ما بتتقبلش الفكره. فكره فيديو احنا عندنا انا هنا في البلد في المنصوره في قريه بابا هم مش متقبلين فكره تيك توك. لا نهائي. انا عندي خلافات مع الناس بسبب تيك توك. انت نصك لبناني ونصك من المنصوره. نصك من المنصوره. النص اللي فوق ده من لبنان. طيب انا عايز اعرف حاجه. بص اللبناني بتاعنا. لا انا اقصد قصه الشعر والله. قصه الشعر. طيب في لبنان ده يستوعبوا ده؟ في لبنان واحنا استوعبناه خلاص، انا بقى فرض عليه. لا امر طبيعي. وهنا بالنسبه لنا في المجال موضوع الميديا والتصوير والسينما ده هنا امر طبيعي. في الارياف والقرى ده امر غير طبيعي. الى حد دلوقتي الامر معقد جدا. محمد البيت والشارع واصحابك قبل ما تدخل على الموضوع ده يعني شافوك ازاي في الاول؟ شافوني في الاول ان انا بعمل اي هري اي حاجه
كان كل بقى في الاول عمال يهاجمني يقول يعني انت يعني هتوصل لايه في الاخر. فانا ما اديتش دماغي اليوم الصراحه، واللي حطيت دماغي فيه الحمد لله ابتديت احققه واحده واحده، وربنا الحمد لله اتمكنت قوي من الفيديوهات، اتمكنت قوي من طريقه العرض وطريقه التصوير. وازاي ده عملت ده ازاي؟ في الاول خالص كنت بعمل فيديوهات عاديه تمام، بس قلت ايه لا اجدد بقى اعمل بقى دورين في دور. يعني مثلا لو المشهد فيه انا شايفك بتعمل دور 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 بنت، لو دور البنت بتعمل دور البنت بتعمل بقى، بس انا طبعا ما بعملش اللي هو دور البنت اللي هي قوي. لا انت عملت كل حاجه. لا 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 لا, لا. انا بعملها ازاي؟ بمسك مثلا الباروكه تكون من عكيشه كده، اروح حاططها وراح بقى مخلي شكلي زي القمر. طب ما نشوف يا جماعه، ما نشوف لهم كده فيديوهات. بقول لك ايه، هي كلمه واحده، ابوك حلف عليا 160 يمين لازم اروح اشوف الجامعه دي. الراجل شاكك فيك، مش مطمن لك. مش مطمن لي؟ ليه مش مطمن لي؟ بقى مش عارف ليه مش مطمن لك، يا كذاب يا 60% يا كذاب. معلش يا جماعه نعيد الفيديو ده تاني. نعيد المقطع ده تاني لو ينفع. كلمة واحدة، أبوك حلف عليا 160 يمين لازم أروح أشوف الجامعة دي. الراجل شاكك فيك، مش مطمن لك. مش مطمن لي؟ ليه مش مطمن لي؟ بقى مش عارف ليه مش مطمن لك، يا كذاب يا 60% يا كذاب. بقول لك إيه، هي كلمة واحدة، أبوك حلف عليا 160 يمين لازم أروح أشوف الجامعة دي. الراجل شاكك فيك، مش مطمن لك. مش مطمن لي؟ ليه مش مطمن لي؟ بقى مش عارف ليه مش مطمن لك، يا كذاب يا 60% يا كذاب. بقول لك ايه، انا عايز اعرف يعني ذمتك في ست قمر بالمنظر؟ لا بقى قمر ايه بقى، قمر بالصدر. انا عايز اعرف بقى، انت بتقدر تقوم، انت هنا عامل ثلاث شخصيات مختلفه صح؟ الثلاثه الفيديو الواحد، الفيديو الواحد لو فيه شخصيات كتيره ممكن يقعد معايا مش اقل من ساعه ونص في تصويره، مع ان الفيديو 15 دقيقه، مع انه ما انا 15 ثانيه يعني. يعني وثلاث شخصيات انت اللي بتمنتج لنفسك؟ مش بمنتج، هو التيك توك الابلكيشن ذات نفسه فيه تايمر. تمام بتمشي جزء وتروح قاطع عند الجزء دوت، مصور لغايه يعني مثلا اول شخصيه، اول شخصيه شخصيه البنت. تمام، بعد كده اروح عامل كات داخل على المشهد الثاني، اقلع والبس. تلبس الشخصيه الثانيه؟ البس الشخصيه الثانيه. بعد كده اعمل واخلص المشهد بقى بتاعه بتاع الشخصيه الثانيه دوت، واعمل كات برده. وافتح تاني الشخصيه اللي هي الاولانيه. انت عامل كوميديا، وعامل بتغني في التيك توك، وعامل بترقص في التيك توك، انا شفتك وانت بترقص. ماشي، وعامل بص حاله كده من التيك توك غريبه، يعني انا وانا بشوفك اقسم بالله ما قدرت امسك نفسي من الضحك. لو قاعد قدام مسرحيه فعلا، او قاعد قدام فيلم كوميدي، مش هروق بالطريقه دي. شبصت كده والله حضرتك. هو الفيديو ذات نفسه انا كنت، انا كان المفروض يعني الحلقه بتاعتنا هطلع هاجم الهبل والعبط ده. حقك، لان في ناس كتير قوي بتستخدم الابلكيشن غلط خالص. تماما. في ناس بتستخدمه كايجابي زي ما حضرتك قلت، في ناس تانية بتستخدمه سلبي. ف إيه 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 انت 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 شايف ان في ايجابيه في 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 في, في المقاطع اللي انت بتعرضها؟ الايجابيه يعني انت ايه المنفعه اللي بتعود عليك من فيديو زي هو الابلكيشن ذات نفسه اللي هو ايه؟ فيديوهات المود. يعني مثلا واحد متخانق مع مراته ومخنوق، هيدخل على التيك توك هيقلب هيلاقي ناس هيفضل يضحك، هيغيروا الفيديو. ايوه هيغيروا المود خالص. وده حصل معانا فعلا. انا حصل معانا والله بسبب محمد والله. طيب انت بتقول لي انا كنت واخد التيك توك وسيله او طريق لحاجه ثانيه، مش انت قلت لي كده قبل الحلقه؟ ايه الموضوع ده؟ ان انا حضرتك عندي موهبه، فمش لاقي حد خالص ان هو ان انا اعرض موهبتي قدامه. فانت قلت اختصر الطريق بدل ما اروح مثلا اعمل مشهد لمخرج او توصل كده. المخرج مثلا ممكن ما يعجبوش فيهزقني، طب وعلى ايه؟ لا فانت اختصرت الطريق. اختصرت الطريق على التيك توك. عندك كام مشترك في بيشوفوه متابعينك حاليا؟ 450 الف. 450 الف ما شاء الله.
لك اللهم لا حسن. و6 مليون 6 مليون لايك. اه مقطع الفيديو بتاعك يجيب كام مشاهده؟ من نص مليون ل 3 مليون. يا خبر مصر كلها بتشوفك. تمارا بقى اللغز بتاعنا والنجم بتاعنا الكبير قوي. جاهزه يا ابني؟ كنت بتقول لي ايه قبل الحلقه؟ كنت بتقول لي جاهزه يا ابني؟ جاهزه في صرخ في معاني. ربنا يسترك. الله يخليك يا قمر. يعني انا بشوف تمارا بعيد عن الفيديو بحس ان هي طفله كيوت كده وحاجه كده لذوذه. كسف جدا. اه والله اشوف الفيديو بتاعها والله احس ان هي متطلقه وبص جوزها مجرجره في المحاكم. نشوف حاجه يا جماعه لتمارا. مالك يا حبيبي بتعيط ليه؟ وانا جاي من قبض وجاي الفلوس اتسرقت مني. ولا يهمك يا حبيبي انا هجيب لك الدهب بتاعي كله وتاخده تبيعه لحد ربنا ما يفرج عليك وتبقى تجيبه لي تاني. يا روحي ما برضه الدهب ده بتاعك وانت اللي جابولي فرحي وانا كنت شايله الوقت عاوزه زي ده. بتعيط من الفرحه يا روحي؟ لا انا بعيط عشان خاطر الدهب اللي كنت جابولي. كان دهب. كان ايه؟ كان دهب تاني. مالك يا حبيبي بتعيط؟ انت بعد ما بتشوفي نفسك بتبقي مبسوطه كده وانت عامله المقاطع دي وبتبقي مبسوطه وانت بتشوفي نفسك؟ الناس في الجيران والناس في المنطقه بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لك ايه؟ انت مشهوره. بيقول لك انت مشهوره؟ بتروح الحضانه؟ وبتقابل اصحابك وتوريهم الحاجات الفيديوهات بتاعتك؟ بيقولوا لك ايه بقى؟ حلو. انا شايفه يعني ما شاء الله يعني. انا مش عارف انت مخليها كده ازاي؟ والله واحدة. والله يعني انت عامل لها كده. بص ما في فيديوهات تاني معانا لتمارة؟ في مقاطع تانية يا جماعة معانا لتمارة؟ نشوف لها حاجة تانية لتمارة؟ الحان يا وحوح. ايه يا ولية في ايه؟ الولد ابنك بلع البيضة وهي نية. يا ابن الكلب وريني كده. يا لهوي البيضة فيها 6 كتكوت في بطنه. طب ايه العمل؟ لازم يبيضها دلوقتي. الحان يا وحوح. ايه يا ولية في ايه؟ الولد ابنك بلع البيضة وهي نية. يا ابن الكلب وريني كده. يا لهوي البيضة فيها 6 كتكوت في بطنه. طب ايه العمل؟ لازم يبيضها دلوقتي. الحاجات دي طبعا مسمعة جامد. انا عرفت ان هي واخدة نسب مشاهدة عالية جدا وكده. ممكن توصل في حاجات توصل معايا ل 6.5 مليون مشاهدة. و 3 مليون 4 مليون نص مليون حسب يعني. كل ما بتتعب في الفيديو. بتتعب ايه بس؟ انا حاسس انت وانت يعني تعبك مش قد تعبها. بتعمل فيها ده ازاي؟ انا اللي بتعب. والله بتخليها تعمل ده ازاي؟ بتلبسها بالطريقة دي وتخليها تعمل ده ازاي؟ لازم احضر لها واجيب لها حاجات حلوه وهيئ لها الجو. تعمل لنا تمارا عشان خاطر تعمل فيديو واحد بس مش اقل من كل شويه بقى شيبسي وبيبسي لازم تدخلها هايبر عشان خاطر تيجي كل يوم عشان تعمل فيديو واحد بس. عمل فيها مقلب في البالونه. عمل فيكي مقلب في البالونه؟ عمل ايه بقى في البالونه؟ هتشوفها انا بقى. طب ما خلاص ما تاخد انت بقى تكلمي المخرج بقى وتذيع بقى. عسل. والله بس انا مش داخله دماغي برضو فكره وصلتها كده ازاي. والله هي جت كده هي. انا بقى يعني اصل خد بالك والله انا مصدقك والله يا حاجه. هو المقطع يعني لو 15 ثانيه متقطع اجزاء فانا ممكن الجزء بتاعها ده ممكن يعني اعيده مثلا اكتر من 5-6 مرات لحد ما يطلع مظبوط. يا راجل انت بتعيده اكتر من 70 مره. ياسمين بعض الناس بدات تشتكي من حته مقاطع التيك توك والابلكيشن نفسه. في بعض الناس قدمت تقريبا على 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 حد علمي يعني بلاغات للنائب العام بوقف التطبيق داخل مصر والكلام ده كله.
يبقى معنى كده ان هو شايف في الفيسبوك في التيك توك حاجه غلط. ما هو مش هيقدم بلاغ كده من نفسه ان التيك توك محتوى هو كده خلاص المحتوى غير هادف بالنسبه له. الموضوع كان في يعني حد من المحامين عن طريق السوشيال ميديا الفيسبوك عن اعلان ممول طلب تفويض من الناس ان هم بوكاله لي توكيل ان هو يقدم بلاغ للنائب العام بحظر تطبيق التيك توك داخل مصر. تمام. بسبب السلبيات اللي بتعود على الاطفال منه. تمام. طيب انا لو كمحامي هاجي احظر تطبيق عشان بعود سلبيات على الاطفال، انا ما عنديش رقابه في البيت على طفلي لان انا بديله تليفون. يعني في حقوق للطفل، يعني لازم انا ادرس الموضوع من البيت. التمكين بيكون من الاسره، يعني مفيش طفل في سن 6 سنين يشيل تليفون، مفيش حاجه اسمها تكنولوجيا لطفل في 6 سنين. يعني كل ده تاثير بينتج عنه توحد للطفل. نينو بابا في البيت عسل عسل. انا قلت بتقول ايه؟ لا خلاص ما اقولكش بقى، خلاص بقى زي بابا مش بابا بالظبط يعني بقى حماها. لا لا احنا بنتكلم في حاجه ثانيه. خلاص خطبتها قبل يا عم، احنا بنتكلم في حاجه ثانيه دلوقتي. الله يهديك. بابا في البيت، انت بتقولي وانا 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 شغال في المقاطع والكلام ده كله مجرد ما اسمع صوته. بص انا اسمع بس صوت الاسانسير تلاقيه بقيت عامل زي النحله في الشارع. لو انا بس ايه فارد الاستاند ومحضر بقى محضر كل الديكورات. انا شفتك وانت معاك العده بتاعتك، الترايبود الحامل وايه تاني والباروكه واللايت. فين الباروكه دي؟ موجوده اهي. سايبها بقى موجوده معايا. والله كنت هبتدي بيها بس ما قدرتش. لا انا طبعا شفتها بس عشان لو مشاهدينا يشوفوا الحاجات دي، عشان انا شفت معاك معدات واجهزه كده وحاجات بتستخدمها. فيعني الموضوع بالنسبه لك متعب؟ هو بالنسبه لك هو متعب عشان خاطر مش متعب الفيديو الواحد بس بقوم بيه انا لوحدي. يعني مثلا عندي اخويا الصغير في اولى اعدادي، فمالوش هو اومل في التيك توك. فانا بضطر اقوم بكل حاجه لوحدي وما عنديش اي اخوات تانية غيره. هو اللي بيساعدك، هو اللي بيساعدني، هو اللي بيساعدك في الشخصيه، ولا بيساعدك يمسك كاميرا، يمسك حاجه، يمسك اضاءه، ولا ده ولا ده. بيمسك دماغي بس. في حاجه معانا تانية يا جماعه نشوفها. الأزلة الناس كلها شاهدة عليك والله. ماشي. حسبي الله والله العظيم. واللي في بطني داني مش هسيبه ابدا. لا. والله العظيم. تقولي ايه؟ اهدى. تعالي هنا. اهدى. ايه؟ نفسي راح على ترمس يا محسن والله لا تعالي. يا ابن الأزلة الناس كلها شاهدة عليك والله. ماشي. حسبي الله والله العظيم. طيب. واللي في بطني داني مش هسيبه ابدا. لا. والله العظيم. تقولي ايه؟ اهدى. تعالي هنا. اهدى. ايه؟ نفسي راح على ترمس يا محسن. على الباروكه. الباروكه لا لا خلاص سيبها بقى. انت اقتنعت بالفكره ازاي؟ ان انت اول مثلا ما عرفت موضوع التيك توك، هي طاقت كده في دماغك كده ان انت انا كان نزل الابلكيشن باسم ميوزيكلي، ابتديت عملت فيه فيديوهين كده والحوار ما جاش معايا خالص. قعدت فتره. احنا معانا تليفون يا جماعه، معانا تليفون حبيبه. الو الو اتفضلي. انا الو اتفضلي. انا بحبهم جدا. اتفضلي. تمام. وبسمع فيديوهاتهم كتير ومتابعيهم. النجوم بعد ما بتوصل بقى خلاص للنجوميه ده بالتاكيد الاتصال ده يعني معروف انه من منطقه من حد معروف. ولا انا. لا 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 ده تمارا. لا هي تمارا هي اللي بتقول لي، تمارا هي اللي بتقول لي ان احنا الناس في المنطقه بتوقفنا في الشارع وبتتصور. ما ده بالتاكيد حبيبي حد من المنطقه. دي حقيقه. صح. انت بتمشي بقى في الشارع ايه اللي بيحصل؟
ما بعرفش امشي بيها يعني. ما تعرفش؟ لا مش 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 ما مش مش معنى ما بعرفش امشي بيها، الناس كلها بتحبها، تمارة خفيفة، الناس كلها بتحبها وبيسلموا عليها وعايزين يتصوروا معاها ويعملوا معاها فيديوهات، يقعدوا يهزروا معاها، يا مشهورة يا نجمة، ودي بقى منشكح على طول. انت انت كمان حتى شخصيتك في 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 العادي لما بشوفك كده ان رزين هادي برضو عامل زي تمارة. انا بشوفها بعيد عن المقطع طفلة، بشوفك انت عادي رزين وعاقل، بشوفك جوه جوه المقطع ايه ده ولابس جلابيه وفي حاجات كده بتبقى لابس فيها لبس على غريب. واو. لازم اتقمص الدور على قد ما اقدر اجيب حاجه تشد الناس. بس بجد برافو عليك والله، يعني برافو عليك، يعني انت انت اصحابك في الشغل بيشوفوا الحاجات دي وال... في ناس كتير قوي ما كانش منزله التيك توك. انت انت قلت قلت لي قبل قبل الحلقه ان الناس كانت زعلانه في الاول. انا عندي والدي ووالدتي كانوا بيكلموني في الاول، كانوا خايفين على تماره من الحسد والناس والكلام كله. لا تتحسد. دلوقتي هم بقوا الموضوع وصل معاهم ان في ناس زمايلهم هم واصحابهم هم بيسالوا على تماره، بقوا يحبوا يشوفوا تماره. اللي هو الفيديو اتاخر ليه؟ فين تماره؟ عايزين نشوف تماره، نقعد مع تماره. واولادهم بقوا عايزين يشوفوا تماره وبقوا يجوا يشوفوا تماره او تماره تروح لهم. الموضوع اختلف من الاول لبعد كده. بعد كده دلوقتي بقى عادي، يعني دلوقتي حتى تماره دلوقتي اتروضت شويه، دلوقتي بقت عندها استعداد تكمل. لو لو حد طلب منك ان تماره تعمل مشهد في فيلم سينما او حاجه، فاكيد هوافق طبعا عادي، يعني ده اللي احنا بصينا له قدام ان شاء الله. تماره انت بعد ما هتكبري نفسك تطلعي ايه؟ نفسك تطلعي ايه؟ قلت لي نفسي اطلع ايه؟ دكتوره ولا فنانه؟ فنانه. هتعملي ايه بقى؟ تمثلي؟ تبقي زي مين من الممثلين؟ مين بتحب ايه؟ منى زكي. منى زكي يا عم، دي بحافظه. انت بتحبي منى زكي؟ وبتشوفي الافلام بتاعتها وبتعجبك؟ انت اصلا شبهها شويه، يعني لما تكبروا كده هتبقي منى زكي الثانيه. نرجع بقى لنينو. ايه نينو؟ ايه اللي انت عامله ده حتى في طريقه اللبس؟ في ما شاء الله، يعني يعني بتخش الشخصيه دي ازاي؟ بخش الشخصيه ازاي؟ لو مثلا الشخصيه معموله بشخصيه هاديه رزينه وفي مكان مثلا زي كافيه، انا هجيب الشخصيه اقلبها خالص. لو معموله في كافيه اعملها في حمام. ايه ده يعني؟ يعني انت المقاطع بتاعتك مش بتضلها خالص ان انت تعملها جوه البيت صح؟ لا، هو في حاجات بالضروري ان هو ايه، في لبس لازم البسه جوه البيت. ما ينفعش طبعا البس عبايه او شورت او حاجات زي كده اللي هو اللبس الشخصيه. ما البس مثلا طرحه في الشارع. لا طرحه في الشارع، لا ما الطرحه ممكن البسها، بس ممكن ازاي بقى اجيبها كده بشخصيه، يعني بحركه كوميديه. هرب بقى في يونكا تلاقيني حاطط شبشب في الطرحه. احنا جماعه قبل ما نطلع فاصل، المفروض نطلع فاصل دلوقتي، بس قبل ما نطلع فاصل انا كنت عايزه اقول لك الحاجه. اصحابك حاولوا مثلا بعد ما شافوك يعملوا زيك، يعملوا مقاطع، يعملوا كذا؟ انا اوريدي عندي في الفصل. في الفصل ده انت صغير بقى. كام سنه؟ لا 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 ارجع أنا كام سنه؟ ما شاء الله 17. لا في فصل. في فصل ام علامه ام رابع. في فصل بس خلاص، خطيبتي قاعده جنبي. الفرق بيننا مش كبير. خلينا من اللبنانيه. لبنانيه. نطلع فصل. حد عندي فصل. نطلع فصل. طيب يا جماعه، هم الفصلين جنب بعض.
يعني يا وحوح؟ ايه وليه في ايه؟ الولد ابنك بلع البيضه وهي نيه. يا ابن الكلب وريني كده. يا لهوي البيضه فيها ست كتكوت في بطنه. طب ايه العمل؟ لازم يبيضها دلوقتي. يا ابن الأزينة الناس دي كلها شاهدة عليك والله. ماشي حسبي الله والله العظيم. طيب. واللي في بطني داني مش هسيبها. والله العظيم. بتقول ايه؟ اهدي تعالي هنا اهدي. ايه؟ نفسي راحة لا ترمس يا محسن والله لا يلا روح هات الكوره كمان. انت اللي ضيعتها وانت اللي تروح تجيبها. انا صاحب الكوره ومعروفه صاحب الكوره. لا بيجيب كور ولا بيقف جول ولا بيعرف يلعب. الله ينعل ابو اللي يلعب معاك يا خميس. يلعب ابو مين يا اني؟ اللي يلعب مع الكوره يا خميس. اللي يلعب معايا يا اني. الله ينعل ابو اسئلتك يا خميس. مينو ده اخوك طبعا. اه ما جبتوش معاك ليه؟ هو واضح كده ان التاني عنده موهبه. عنده موهبه؟ اه انت هتقول لي موهبه جامده جدا. انا عايز اشوف عده الشغل. ماشي دي الباروكة. اول باروكة طلعت بيها في الفيديو. وراني كده اتفضل. ده انت بتكلف الشغل وصارف بقى وبتاع. ايه تاني؟ وده بردك باروكة تانية بس طويلة بعمل بيها بقى ادوار بقى. دي بقى اللي هي ايه؟ فتيات الليل. ايوه فتيات الليل. دي سر ارتباطنا النهارده. هي دي الباروكة دي. اه كنت انت اللي لابساها له. اه كنت بغريق. وفي مثلا البنطلون. البنطلون دوت دوت بالنسبه لي حبيب حياتي ده. كلسوني. سروال. سروالي سروالي كل حاجه. كلمه لبناني. ايه؟ كلمه لبناني. لبناني؟ هذا كلسوني؟ والله بحبه كتير 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 موت. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب ايه تاني؟ والجلابية دي بتاعت الامهات بقى بتاعت الشرشحة. هي يلا يلا. انت جايبها منين الحاجات دي؟ سارقها يعني من بلكونة يعني؟ لا لا انا من منشر ولا والدتي. والدتي لما مثلا في حاجة يحصل لها دروب كده تتقطع. ها لها بس, بس ولا ترميها ولا تضيع لحد. الاستعمال بتاعي. اه يعني ديت مكلفها حوالي 300 400 جنيه. ايوه تمام. ده ايام الرخص. يعني ديت دلوقتي تعمل لها اكتر من 3000 جنيه. والكاب. والكاب ده ايه؟ ده التجهيزات بتاعته. لا ده دوت بقى بتاع الغطاسين مثلا. لو انا مكسل احلق شعري اروح حاططها وتغطس في الفيديو. اه وده الستاند ما اقدرش اتحرك من غيره لان دوت يعتبر العمود. ده دراعي اقدر اصور بيه في اي حته. انت بتحط عليه الموبايل ثابت؟ اه اهو بتحط عليه الموبايل ثابت وبيطول وبيقصر. بحط عليه الموبايل هنا من فوق. وتشغل الابلكيشن بتاعك. اه واشغل الابلكيشن عادي وبيشتغل اهو من هنا كده بالظبط. لا بتصرفين اهو على الشغل بقى. و ده غير الاضاءه. ده انت فاضي. ده غير الاضاءه. ده غير الاضاءه. ده حاجات تانيه الاضاءه عشان تحدد. كل الكلام دوت تمام مكلفني على 500 جنيه. في ناس بتجيب زي الستاند ده كده بالظبط اسمه رينج لايت. رينج لايت دوت عامل له 3000 4000. انت بتخدم بقى على الفيديوهات بتاعتك عشان تطلع بالمستوى. ده بحاول ازود اضاءه باي طريقه. وانت ابو حميد يعني مخلي تماره في فيديو من الفيديوهات مخليها حامل وحاشي بطنها مش عارف تدوب مش هتدوب. هي استوعبت ده ازاي بقى؟ لا هي بص تمارا بتسلم نفسها يعني. انا بلبسها اللي هو انا كده كده بابا مجنون. انا كمان مجنونه بلبسها وبابا يعني. الفيديو ده قعدت احفظها فيه مثلا تقريبا بتاع ساعه. عشان نقدر نعمله كامل فيديو كامل مع بعض. هي ما عندهاش قابليه ان هي تحفظ فيديو كامل على بعض. معظم الفيديوهات بتبقى متقطعه. طيب هو انا بس عايز اقول حاجه. ال 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 التيك توك انا يعني الحقيقه انا فعلا كنت جاي محضر حاجه تانية خالص نتكلم فيها. محضر هجوم نتكلم فيه. غيرنا لك الفكره. ايه الغلاسه دي وايه ده كده؟ بعد طبعا شفت كم حاجه كده على اللي ما كانش عندي الابلكيشن مش متابع وكده. ف لما شفت الفيديوهات غيرت المود بتاعي شويه. لكن احنا مش عايزين ناخد كل حاجه. انت عارف الـ 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 التطبيق ده اكتر من 150 دوله بيستخدموه.
بل بالعكس احنا من الدول اللي هو ما يعني مش زحمة على التطبيق قوي. لا لا. في ناس كتيرة قوي ما تعرفوش، انا واحد من الناس ما كنتش اعرفه فعلا، تمام، لسه قريب يعني. فلكن كل حاجة لها سلبية طبعا، وكل حاجة لها ايجابية طبعا. بالتأكيد انت عارف هتربي بنتك ازاي طبعا. انت بتعمل ده عشان بس تضحك، لكن انت اكيد كده عارف انت بتربيها ازاي. انا لو انا صورت الفيديو وانا نفسي بعد ما خلصت الفيديو ما ضحكتش ما بنزلوش. تمام. هو بس عشان وقت حلقتنا انت، انا طبعا مبسوط جدا جدا. انا اكتر حاجه مبسوط بيها النهارده هي تمارا. الوليه تمارا. الوليه بس. وقت الحلقه يا جماعه انت، ان شاء الله باذن الله يعني انا لينا حلقه تانية مع بعض يا رب. تمام. ان شاء الله اشوفك يا نينو نجم كبير او ان شاء الله باذن الله. هو خلاص كده، خلاص بقى نجم. ما هو خلاص بقى ظبطنا. انت شهرتي بقى خلاص، طول بالك لسه الكواليس على اليوتيوب. متشكرين جدا جدا يا جماعه على متابعتكم الحلقه. ان شاء الله باذن الله انتظرونا كل يوم جمعه 10 مساء. احنا بس النهارده الميعاد اتاخر شويه، لكن انتظرونا باذن الله كل يوم جمعه 10 مساء. نتمنى تكون حلقتنا عجبتكم. تصبحوا على خير.